مرحبا، كيفكن صبايا؟ إن شاء الله تكونوا بخير. خبروني، جاهزين حتى نتعلم سوا أول غرزة أساسية بالكروشيه؟ درسنا لليوم هو عن غرزة السلسلة. خلونا نبدأ بالدرس مع بعض. بالبداية لازم نعمل عقدة البداية اللي أخذناها الدرس الماضي. إن شاء الله تكونوا تدربتوا عليها وما لقيتوها صعبة. بعد ما عملنا عقدة البداية هنجيب الخيط الموصول بالكبكوبة ونثبته على ايدنا بهاي الطريقة، تمام؟ هنسحبه هيك ونثبته هيك. اما هذا الخيط الصغير، خيط البداية، هنشده نمسكه بايدنا هيك بهاي الطريقة ونثبته. هجيب السنارة خط طافة للأعلى وهي بهالشكل، ننزلها تحت هذا الخيط، نبرمه باتجاه اليسار شوي، نشد شوي شوي، ندخلها بالحلقة بحلقة البداية، نسحب، منعيد. خطاف السنارة للأعلى، حنزلها تحت الخيط، نفتلها باتجاه اليسار، ونسحب شوي شوي، وندخلها بالحلقة ونسحبها لبرا. طبعا انت وعم تشتغلي دايما حاولي تمسكي بداية الشغل بإيدك بهاي الطريقة حتى ما تتلبكي، وحتى يكون الشغل مرتب. نرجع منعيد. السنارة للأعلى، أخذنا الخطاف شوي بجهة اليسار، دخلناه بالعقدة، سحبنا. كتير بسيطة وسهلة وما في أي تعقيد، إن شاء الله ما بتلاقوا فيها صعوبة. هعمل عدة مرات تانكم. غرزة السلسلة هي الغرزة الأساسية بالكروشيه، لأنه بكرة لما نتعلم الغرزة القادمة حتلاقي انه نحن اي شغل بدنا نشتغله حنبلش فيه بغرزة سلسلة ونأسس عليها غرزات التانية بغض النظر عن نوع المشروع اللي عم نشتغله. انا حارجع عاد لكم من البداية حتى نركز مع بعض نعمل كم غرزة، بلكي بتتدربوا اكتر بتلاقوها بسيطة ان شاء الله. دخلنا السنارة، سحبنا من عقدة البداية، مسكنا الخيط بطرف ايدنا بهي الطريقة باصبعتنا، ثبتنا هذا الخيط، السنارة للأعلى خطافة، دخلناها بهي الطريقة، لفينا عليها الخيط باتجاه اليسار شوي شوي، دخلناها بحلقة البداية وسحبناها شوي شوي، سحبناها كتير بسيطة وناعمة، وإن شاء الله ما بتلاقوا أي صعوبة مع التمرين. أهم شيء إنك ما تيأسي إذا حاولتي أول مرة وما طلعت ظابطة معك غرزة السلسلة، عيدي مرة واثنين وثلاثة، تتدربي أكتر بتلاقي حالك أخذت إيدك على الشغل وتعودتي أكتر على مسك السنارة. هلأ بالبداية حتلاقي صعوبة بمسك السنارة. صبايا هيك شكلها من الامام لغرزة السلسلة. حندير الشغل لحتى تشوفوا كيف شكلها من الخلف، ان شاء الله يكون الشكل واضح على الكاميرا. وهيك بنكون خلصنا درسنا لليوم. في حال كان عندكم اي سؤال او استفسار عن غرزة السلسلة ياريت تتركولي تعليق وانا ان شاء الله بجاوبكم. وما تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى تصلكم اشعارات بالدرس الجديد. بشوفكم بخير والسلام عليكم.